بعد أن تأكدت تركيا بالطبع من عدم إمكانيتها لاحتلال المناطق الأخرى أو ما تسمي هي بالمناطق الآمنة أو تغيير الديموغرافي الهادف من وراء هذه العمليات، بعد التأكد منها بأن عدم استطاعتها لهذا فتقوم بإجراءات تعسفية ضد المواطنين السوريين أو اللاجئين السوريين في تركيا، وتقوم على مسألة التهجير القسري إلى هذه المناطق. المسألة هي مسألة سياسية بالنسبة لتركيا بقدر ما هي تكون مسألة لاجئين ومسألة حقوق الإنسان. تركيا هادفة بكل الطرق التي تتاح لها بتطبيق مسألة الحزام الأمني التي تطاق بتركيا أو ما تسمى كرديا أو سياسيا عالميا بتغيير التغيير الديموغرافي في هذه المنطقة. ومن الملاحظ في هذه المسألة لو ترين أو لو تراقبين بأن كل الذين يتم تهجيرهم قسرا من تركيا إلى المناطق الكردية أو المناطق ذو الغالبية الكردية لا تحتوي هذه اللائحة من الأسماء اسما كرديا واضحا واحدا. كل الذين يتم تهجيرهم قسريا إلى المناطق الكردية هم من أبناء سوريا الطائفة القومية العربية، أي أقصد فيها لست ضد إخواننا العرب في هذه المنطقة، لكن هم ليسوا من أولاد المنطقة لا عربا وليسوا بكردا أيضا في هذه المنطقة. فإذا تركيا هادفة إلى تغيير ديموغرافي في هذه المنطقة حسب سياساتها المزمعة. نعم، إذا سيد يونس كما حضرتك الآن أسلفت بحديثك بأنه الاحتلال التركي بهدف التغيير الديموغرافي الذي هو من ضمن مخططاته هو على حساب هؤلاء المدنيين، يعني على حساب أمنهم واستقرارهم يقوم بترحيلهم وأيضا يرحلهم إلى مناطق هي بالأساس تحت سيطرة الفصائل الإرهابية وتشهد وتعاني من انفلات أمني. يعني اليوم هؤلاء المرحلين قسرا ما مصيرهم ولماذا هو أيضا يستهدف يعني يستهدف الأكراد؟ يعني هو يقوم بترحيل كما حضرتك ذكرت يعني الإخوان العرب، يعني وهو دوما يحارب الأكراد. يعني ما هي هذه الاستراتيجية التي يتبعها الاحتلال التركي؟ بالطبع نرجع 2014 عندما قام بملء فمه أمام التلفزيون بأننا قد أخطأنا في مشروع كردستان العراق أو إقليم كردستان، أي أنه قد أمهلوا إلى أن تتأسس إقليم كردستان، فنحن لا نسمح بتأسيس إقليم كردي آخر على حدودنا. وهذه السياسة ما زال أردوغان يحارب من أجلها، وهذا مسألة التغيير الديموغرافي هو جزء من هذه السياسة الذي ما زال يراوغ في رأسه. أما بالنسبة لوضع اللاجئين فالطبع مصيرهم مجهول، كون يهجرون إلى مناطق ليست بمناطقهم ويرسلونهم أو يهجرونهم إلى هذه المناطق إلى حين زمن آخر إلى مشكلة أخرى بينهم وبين ساكنين ومن سكان أصل المنطقة. لابد أهالي تل أبيض سيرجعون إلى تل أبيض غريسبي، وأهالي سريكانية رأس العين سيرجعون إلى بيوتهم. مهما حاول أردوغان بالتغيير الديموغرافي هذه المنطقة، الكرد وعرب المنطقة أصحاب الأراضي سيرجعون إلى أراضيهم، حينها سيصبح مشكلة أخرى، ستنبت مشكلة أخرى، والذي يسببها أردوغان وهو ما يريده، يريد سوريا ضعيفة مستقبلا، وهذه بؤرة فساد وبؤرة مشاكل يخصصها أردوغان في هذه المنطقة. نعم سيد يونس، أودت أن أنوه أيضا على الجانب الإنساني وكما بالحديث عن أيضا أهالي عفرين المحتلة، يعني هو أيضا يقوم باستهداف عفرين بين الفينة والأخرى بهدف تهجير سكان الأصليين وتوطين اللاجئين الذين يرحلهم قسرا من تركيا إلى هذه المناطق. اليوم أين حقوقهم؟ من سيحفظ حقوقهم؟ لماذا نشهد صمت دولي إلى الآن حيال هذه القضية الإنسانية؟ هو هذا أردوغان يحاول الاستفادة من الوقت الضائع، في الوقت الذي في كل بقاع العالم بلشت بالحروب ومشاكل، إن كانت هنا في أوروبا، إن كانت في أفريقيا، إن كانت عندنا في مناطق الشرق الأوسط حروب. أردوغان
يصطاد هذا الوقت ليمرر بها كل مشاكله وكل ما يريده، ومنها هو مشروع التغيير الديموغرافي في هذه المنطقة. نعم سيد يونس بهرام رئيس المنتدى الألماني الكردي، كنت معي من ديرسدن، أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به وعلى ما أفدتنا به.